وبشأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية مراسلنا سرمد الفاضل. مرحبا بك معنا سرمد. سرمد، إذا كنت تسمعني حدثنا عن القوانين التي سيتم مناقشتها في جلسة اليوم. يناقش مجلس النواب إذا عقدت جلسته لليوم فقط حزم الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، وكذلك النظر في مطالب المحتجين وما استجد منها، يعني كما رفعت في تظاهرات الأمس. بالنهاية هو يناقش فقط هاتين الفقرتين، لم يعلن عن فقرات أخرى ولا حتى عن تعديل وزاري. يعني نتحدث كما قال رئيس الوزراء بأن هناك تعديل وزاري الأسبوع المقبل، يتحدث عن هذا الأسبوع، فبالتالي ربما في جلسات لاحقة تطرح أسماء لتعديل وزاري مرتقب، لكن بالنهاية هو مجلس النواب ينظر فقط في قضيتين مهمتين بالنسبة له، يعني مطالب المتظاهرين، هذا الموضوع الذي منذ بداية الشهر حتى هذه اللحظة هو يعكف عليه، وكذلك حزم الإصلاحات وما وصلت إليه اللجان وكذلك الجهات وكل الأطراف المعنية بتنفيذ حزم الإصلاحات سواء داخل المجلس أو خارجه. نتحدث عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يتصل بها من جهات لتنفيذ هذه الحزم. طيب سرمد، لماذا قلت إذا عقدت جلسته؟ هل هناك تغيب للنواب؟ حتى هذه اللحظة يعني العدد جدا قليل ومحدود، يعني لا يتجاوز 25 نائب، يعني ربما نحن متفائلين بهذا الرقم. ليس هناك من نواب في الباحة، ليس هناك من نواب في الكافتيريا التي يعني كافتيريا مجلس النواب، ربما هم في اللجان، لكن حتى هذه اللحظة العدد قليل جدا، نتحدث عن أقل من ساعة للموعد المحدد لعقد الجلسة، فبالتالي لا نتوقع أن الجلسة تعقد الساعة الواحدة كما أعلن عنها مجلس النواب، نتوقع أن تعقد الساعة الثانية أو الثالثة، إضافة إلى أنه الجلسة هذه يعني ربما يمكن أن تكون تداولية تشاورية، هذه الجلسة التداولية أو التشاورية لا تحتاج إلى نصاب قانون لافتتاحها، فقط يتخذ مجلس النواب قرارا بشأن قضية ما، ونتحدث عن مطالب المتظاهرين وحزم الإصلاحات، فبالتالي يمكن أن تتخذ هيئة الرئاسة ومن حضر من النواب، يعني نحن نقول يعني تشاورية، ربما تعقد جلسة بنصاب كامل لكن نتحدث عن تشاورية بما يحضر من النواب، وهيئة الرئاسة يمكن أن تتخذ قرارا بشأن قضية ما، منها حزم الإصلاحات، منها مطالب المتظاهرين، وهذا القرار يصبح نافذا على اعتبار أنه صدر من هيئة الرئاسة في مجلس النواب بجلسة نافذة واعتيادية وطبيعية وهي ملزمة بطبيعة الحال. طيب سرمد، هل لا زال أعضاء نواب سائرون معلقون جلستهم في مجلس النواب؟ هناك حديث عن إمكانية إنهاء نواب سائرون لتعليق عضويتهم ومن ثم الانضمام والاندراج بشكل طبيعي في جلسات مجلس النواب، لكن بشكل رسمي حتى هذه اللحظة لم يعلن من قبل نواب سائرون لا في مؤتمر صحفي، لا من خلال حتى بيانات، لا من خلال حتى المتحدث باسم الكتلة يعني لوسائل الإعلام، وكذلك لم نشاهد أيضا نواب سائرون. نتحدث فقط عن عدم وجود نواب سائرون في مجلس النواب، الكل هنا تقريبا غائب أو عدم، يعني لم يحضر حتى هذا الوقت. نتحدث ربما بسبب الإجراءات الأمنية في المنطقة الخضراء أو محيط المنطقة الخضراء، نواب في الجنوب ربما لم يستطيعوا الوصول نظرا لما تشهده تلك المحافظات من أحداث هناك، فبالتالي هذا كله يؤثر. نتحدث عن الساعة الواحدة، ما بعد الساعة الواحدة يمكن لنا قياس إمكانية الحضور، يمكن لنا قياس معرفة عدد النواب الذين قدموا إلى هذه الجلسة، إضافة إلى أنه ما يمكن أن تقوم به هيئة الرئاسة. بالنهاية نتحدث عن حتى نهاية الساعة الثالثة أو الرابعة، من ثم يمكن معرفة ماذا بإمكان مجلس النواب عمله. ربما لن تكون هناك جلسة، لا نتوقع أنه تكون هناك جلسة، ولا نتوقع أن لا تكون هناك جلسة. على أي حال هو العدد هو من يحكم، وبالتالي إنهاء تحالف سائرون لمقاطعة أو تعليق لعضوية. طيب سرمد، إذن سنعود إليك في حال إذا كان هناك جديد لدى مجلس النواب. شكرا لضمانك معنا.